سميت جزيرة سترة بعاصمة الثورة لسببين، أولهما أنها قدمت أكثر عدد من الشهداء منذ تفجر الثورة في البحرين، والآخر هو تنظيمها المتميز وفعالياتها الموحدة، فكانت الصوت الأعلى الذي تردد صداه حتى وصل لمسامع المتحاورين حكاما وسياسيين قائلا: يسقط حوار القتلة. خرجت مسيرة موحدة في بلدة واديان مساء أمس الخميس بدعوة من حركة شباب التغيير. شاركت في المسيرة حشود من مختلف مناطق سترة. المشاركة الفاعلة والشعارات الغاضبة عكست موقف الجماهير الرافض جملة وتفصيلا لدعوات ولي عهد النظام سلمان حمد الخليفة بعض القوى السياسية الدخول في جولات حوار جديدة ومغلقة. من جهتها قامت قوات النظام المتمركزة على مداخل جزيرة سترة بقمع المسيرة بالغازات الخانقة بشكل مفرط. الجدير بالذكر أن أطرافا من الموالاة والجمعيات السياسية شاركت في جلسات حوار بدعوة من الحكم في أكثر من مناسبة، غير أن هذه الجلسات لم تصل إلى نتيجة.